وحول محاولة النظام السوري الالتفاف على العقوبات الدولية باستخدام الميليشيات المهالية لإيران، ينضم إلينا صالح فاضل المتخصص في الشأن السوري عبر الهاتف من اسطنبول. أهلا بك معنا سيد صالح. حياكم الله وإياكم. أهلا بك سيد صالح. يعني مصادر صحفية تقول إن نظام الأسد يحاول الالتفاف على العقوبات بشركات لبنانية وعراقية. السؤال هنا، هل تستطيع الميليشيات بشركاتها أن تنقذ الأسد من العقوبات الدولية برأيك؟ أولا، العقوبات الدولية حقيقة لم تنفذ إلى الآن بشكل دقيق ضد نظام بشار الأسد على الإطلاق، والميليشيات الطائفية الحشد الشعبي أي أذرع إيران في المنطقة وغيرها هي أذرع أمريكية بلبوس إسلامي شيعي. نعرف أن الوجود الإيراني في سوريا لم يكن له أن يكون لولا التوافق الإسرائيلي الأمريكي مع إيران في هذه النقطة، وبالتالي الحصار ضد نظام بشار الأسد والله لخلق مشكلات اقتصادية وغيرها كلها خزعبلات لم تنفذ بدقة، وأن مشكلات النظام الاقتصادية هي مشكلات موجودة قبل الحصار وما تزال بعد الحصار. وجود بشار الأسد هو رأي أمريكا أو دعم أمريكا من خلال إيران وإسرائيل وروسيا، كلهم خدم للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك إيران نفسها، يعني نحن إذا بدنا نقول اليوم هذا الصيت الكاذب على أن إيران وأمريكا وإسرائيل في حالة صراع، نحن نعرف القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة الشرقية والموجودة في التنف التي هي عقدة المواصلات بين إيران وسوريا باتجاهاتها المختلفة تمر من عند التنف، والقواعد الأمريكية تمنع الجيش السوري الحر، بعض فصائل الجيش السوري الحر المنضوية تحت سلطة القاعدة الأمريكية، من المناوشات مع الميليشيات الطائفية العراقية والإيرانية. الميليشيات الطائفية العراقية والإيرانية كلها في خدمة المشروع الأمريكي جنبا مع جنب مع ذيول هذا النظام الإيراني الذي أنتجته المخابرات الأمريكية من أيام ما تسمى الثورة الإسلامية وعميلها الخميني. يعني ولكن لا يخفى على أحد سيد صالح أن النظام فعلا يحاول التحرك للالتفاف من هذه العقوبات. السؤال هنا، هل هذا التحرك أي استخدام شركات لبنانية وعراقية للالتفاف على العقوبات الدولية من قبل الأسد ربما برأي البعض يؤشر على أن هذه العقوبات بالفعل ذات تأثير على اقتصاد الأسد، يعني وهذا ما يدفعه للتحرك؟ أخي الكريم، يعني بشار الأسد بتصريح علني أمام الناس قال هناك 40 مليار دولار سوبرية موجودة في البنوك اللبنانية. لو بدنا نسأل بشار الأسد من واضعها؟ واضعها ابن خالك المخلوف وتجارك القاطرجي وغيره وحمشه وغيرها من زبانية النظام. موضوع الالتفاف على العقوبات الدولية أمر سهل جدا وميسور من خلال لعبة البنوك، لكن أنا أقول لك وبالفم الآن، لا حاجة لبشار الأسد من الالتفاف على هذه العقوبات، لأن أمريكا حتى هذه اللحظة لم تعد قرار لإنهائه، وإن كان ما يقال أن وراء الكواليس اليوم في محاولات لعمل هيئة حكم انتقالي والخلاص من بشار الأسد بالتوافق بين النظام وبعض أطراف المعارضة السورية. هناك تسريبات في هذا، ليس لأنه بشار الأسد لا يخدم المصالح الأمريكية، لا، لأنه خدمها حتى النهاية وأصبح حذاء قديما جدا مهترئا، فلا بد من ترتيبات أمنية ومصلحية اقتصادية وعسكرية في المنطقة من جديد، لأن بشار الأسد لم يعد يصبح خادما للمصالح الأمريكية، خدمها حتى النهاية، خدم إسرائيل حتى النهاية، قتل العلويين اللي بيعتبر حاله حاميهم، قتل الأقليات، قتل الأكثرية، فرق المنطقة على أسس قومية وطائفية، خدم المشروع الصهيوني في المنطقة، خدم أمريكا وخدم إيران، والمنطقة لا تتجه إلى الآن نحو الاستقرار، ما في اتجاه نحو الاستقرار، ودليلنا على ذلك وجود إيران في المنطقة، لأن وجود إيران هو عامل للحروب وعامل للفتن، وبالتالي لا الغرب عندما تحين مصلحته في الاستقرار لا بد من إخراج إيران. نعم سيد صالح، في أي سياق يمكن وضع زيارة رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض لدمشق؟ يعني هل هي للاستفادة من لربما أذرع هذه الميليشيات الاقتصادية أم ماذا؟ هو لا شك، يعني اليوم مقدرات العراق
مخدرات العراق كلها بأيدي هذه الميليشيات والعصابات الطائفية. بالعراق لا يوجد دولة بعد سقوط صدام حسين رحمة الله عليه، لا توجد في العراق دولة، وإنما توجد عصابات. المخدرات الاقتصادية للشعب العراقي أصبحت بأيدي هذه العصابات فتسربها يمينا وشمالا، بينما الشعب العراقي يعاني من الفقر ونقص الكهرباء والماء وغير ذلك. نعم، هذا فالح فياض وغيره من العصابات الطائفية في العراق. هناك تعاون كبير بينه وبين العصابات الطائفية في سوريا، وكلتا العصابتين في سوريا والعراق تعمل ضد هذا الشعب السوري وضد هذا الشعب العراقي بطوائفه المختلفة. ولذلك نحن ندعو الطوائف الإخوة في العراق بمختلف تجلياتهم الدينية والعقدية والمذهبية وفي سوريا كذلك، أن ينتبهوا أن هؤلاء القادة الطائفيين يستثمرونكم وحتى الثمالة، ثم سيلقونكم في مزبلة التاريخ. أنا أقول أيها الطوائف، أنتم قوموا وألقوا فالح الفياض وعصابته والأسد وعصابته في مزابل التاريخ، لأن هؤلاء هم أعداء الشيعة وأعداء السنة وأعداء المسيحيين وأعداء العراق وسوريا وأعداء الإنسانية. هؤلاء انظروا إلى أولادهم الموجودين في لندن، وانظروا الموجودين في الولايات المتحدة وأمريكا كيف يصرفون مقدرات العراق ومقدرات الشعب السوري. هؤلاء لا انتماء لهم، ومجيئهم لبشار الأسد هو لإطالة عمر بشار الأسد، وبالتالي إطالة عمرهم هم، لأنهم هم موجودون في بوتقة واحدة. طيب، البوتقة الطائفية الإيرانية. سيد صالح، المعلومات تفيد أن زيارة الفياض لدمشق تتعلق بدفع 4 ألوية من ميليشيا الحشد إلى سوريا. يعني نلاحظ أن هذه الزيارة تزامنت فعلا مع قصف طائرات مجهولة لبادية الرقة. ما تفسيرك لهذا القصف المتزامن مع زيارة الفياض؟ كل هذه يعني اليوم أكاذيب التحالف الدولي. يعني لو جينا أحصينا من الشهر الثاني من العام الماضي إلى الآن عدد الضربات قوى التحالف الدولي للميليشيات الطائفية، لو صدقناهم المفترض في عندنا عشرات الألوف من القتلى، لكن أين هم؟ هذه يعني مجرد أكاذيب، مجرد ذر الرماد في العيون، وكأنهم عاجزون. يا أخي الكريم، قلت لك قبل قليل قاعدة التنف الموجود فيها قوات التحالف الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، القوات الإيرانية تمر من جنبهم وكأنهم بحماية الأمريكان، وممنوع على فصائل الجيش الحر الموجودة في تلك البادية في التنف، ممنوع عليهم ضرب الإيرانيين. لكن كل فترة تقوم قوات التحالف بتقليم أظافر الإيرانيين في المنطقة، تقليما إذا خرجت عن الخطة الاستراتيجية الأمريكية لبضع سنتيمترات ثم تعود إلى الخدمة الأمريكية الشاملة. هذه فقط تقليم أظافر إن حدثت، ولكن معظم العمليات هي عمليات وهمية لا يوجد فيها خسائر، وإنما لتبييض وجه التحالف الدولي على أنه يقاوم إيران، وأيضا الإيرانيين على أنهم أعداء أمريكا. والحقيقة كلهم يسيرون في خط واحد، وهو تدمير منطقة العالم العربي والإسلامي، وتدميره وتمزيقه طائفيا وقوميا خدمة لإسرائيل، لأن اللا استقرار هو خدمة للكيان الصهيوني، وبالتالي إيران هذه وظيفتها في المنطقة. نعم، إذن صالح فاضل المتخصص في الشأن السوري كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.